هندرس موضوع جديد وهو خاص بالبرمجة الخطية وكيفية استخدامها في اتخاذ القرارات الخاصة بالمشروعات أو المنظمات، وذلك لدبلوم الاقتصاد الإداري. البرمجة الخطية من إحدى الأساليب العلمية والحديثة التي تساعد الإدارات في اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة، وقد ساهم الكثير من الاقتصاديين والرياضيين في تطوير هذا الأسلوب الذي ظهر عام 1920 على يد الاقتصادي ليون تيف لتحليل المدخلات والمخرجات، وتطورت بشكل سريع خلال الحرب العالمية الثانية لمواجهة المشكلات اللي اعترضت سلاح القوى الجوية الأمريكية. ومن هذه المشاكل كانت الشراء والنقل وتخصيص الأعمال، ولذلك فالبرمجة الخطية تساعد في كيفية اختيار الحل الأمثل أو الأفضل من بين مجموعة كبيرة من الحلول. والبرمجة الخطية تعني على أنها إحدى الوسائل الرياضية الحديثة التي تستخدم كأداة لإيجاد أفضل استخدام ممكن للموارد المحدودة المتاحة للمنظمة. وقد سمي هذا الأسلوب بالبرمجة نظرا لأنه يهتم بالبحث عن البرنامج الذي يحقق الهدف المطلوب بين مجموعة كبيرة من البرامج الممكنة. خطوات استخدام البرمجة الخطية: عندنا مجموعة من الخطوات ممكن استخدامها بالبرمجة الخطية. أول حاجة أو أول خطوة هي تحديد دالة الهدف، أي الهدف اللي المنظمة عاوزة توصله. وقد يكون هذا الهدف إما تعظيم الربح، عاوز اوصل لاكثر ربح ممكن، او تقليل الخسائر او تخفيض التكاليف لادنى ما يمكن. ده اول خطوه من خطوات دراسه الجدوى. تاني خطوه هي محدوديه الموارد، سواء كانت موارد بشريه، موارد ماديه، او الموارد بصفه عامه. فانا عندي قيود، القيود ديت يجب وضعها في صوره مجموعه من المعادلات لكي نبحث عن الحل الامثل في ضوء الموارد المتاحه للمنظمه او للمشروع. نمرة 3، توفر استخدامات متنافسة للموارد المادية والبشرية ذات العلاقة بالمشروع والإنتاج. وبالتالي هذه القيود بتحد من حرية استخدام الموارد والإمكانيات المتاحة لدى المنظمة. ومن أهم القيود ديت ساعات العمل، كميات الموارد الأولية، ساعات التشغيل أو الطاقات الإنتاجية. من الممكن طبعا التعبير عن متغيرات موضوع البرمجة الخطية بصورة رقمية، فمثلا قد يشار للطاقة الإنتاجية بعدد ساعات عمل متاحة أو عدد العاملين أسبوعيا وهكذا، أي أن الطاقة المتاحة للمشروع بتكون برضو محدودة. يجب أن تكون العلاقة بين جميع العوامل المتغيرات هي علاقة خطية ويمكن التعبير عنها كمية. ينبغي أيضا من شروط البرمجة الخطية توفر الدقة المتناهية والثقة المطلقة بالمعلومات والبيانات التي يتم اعتمادها لغرض تحقيق هدف المنشأة أو هدف المشروع. طريقة البرمجة الخطية: الطريقة البيانية، تستخدم هذه الطريقة لمعالجة مشكلات متعلقة بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة للمشروع، وعندما يكون عدد متغيرات 2 فقط، أي أن البرمجة الخطية لا يمكن استخدامها إلا في حالة إن أنا هنتج منتجين فقط لا غير، منتجين أو سلعتين. أما لو المشكلة تعقدت وعاوز أنتج أو المشروع بينتج أكثر من سلعة أو أكثر من سلعتين، فتصبح هذه الطريقة عاجزة تماما عن إيجاد حلول ممكنة، ويجب هنا استخدام طريقة أخرى وهي أسلوب السيمبلكس. حالة عملية عن البرمجة الخطية: بفرض إن إحنا لدينا أحد المشروعات اللي تقوم بصناعة الأخشاب، والمشروع بينتج نوعين من السلع أو نوعين من الأخشاب، خشب زان وخشب سويت، ويحتاج النوع الأول 6 ساعات في قسم التصنيع، 2 ساعة في قسم الصنفرة، وساعة واحدة في قسم الدهان، ولا يحتاج لورنيش. أما المنتج التاني هو الخشب السويد، يحتاج ل4 ساعات في قسم التصنيع و4 ساعات في قسم الصنفرة، ولا يحتاج لدهان، ولكنه يحتاج ساعة واحدة في قسم الورنيش. يعمل العمال في المصنع بواقع 30 ساعة في قسم التصنيع و20 ساعة في قسم الصنفرة و7 ساعات في قسم الدهان و8 ساعات في قسم الورنيش، وهذا يعني أن هذه هي الطاقة المتاحة للمشروع. طب دالة الهدف إن النوع الأول بيحقق ربح مقداره 10 جنيه للمتر المكعب، والنوع التاني ربح مقداره 15 جنيه للمتر المكعب. المطلوب تحديد حجم الإنتاج الأمثل اللي بيعظم أرباح المشروع من كل نوع، وذلك باستخدام طريقة البرمجة الخطية. إذا عند حل هذا التمرين لابد أولا من إحنا هنفترض إن النوع الأول من الأخشاب هو X1 والنوع التاني من الأخشاب هو X2، ويجب صياغة البرمجة الخطية في الصياغات الآتية: أول حاجة دالة الهدف وهي تعظيم الربح، فالربح هنرمز له بالرمز Z، إن أنا عندي أول منتج أو أول نوع اللي هو الـ X1 ربحه 10، فإذا بقول 10 X1، النوع التاني X2 ربحه 15 جنيه.
تاني حاجة بحطها القيود، والقيود المتاحة. فهو قال لي إن النوع الأولاني بيحتاج لست ساعات في أحد الأقسام، وساعتين في القسم الآخر، وساعة واحدة في القسم الثالث، أما أنه لا يحتاج إلى ورنيش. والنوع الثاني من الخشب هو الخشب السويدي اللي هو X2، بيحتاج لأربع ساعات في القسم الأولاني وأربعة في القسم الثاني، ما بيحتاجش أي ساعات في القسم الثالث، وبيحتاج في القسم الأخير وهو قسم ورنيش 8 ساعات. الطاقة المتاحة طبعا 30 ساعة في أول قسم، و20 ساعة في القسم الثاني، و7 ساعات في القسم الثاني، و8 الثالث، و8 ساعات في القسم الثالث. وطبعا قيود عدم السلبية، وهي آخر حاجة، إن المنتجين لا ينفعش إن هو يكونوا بالسالب، فهما أكبر من أو يساوي صفر. يتم تحويل القيود السابقة من متباينات إلى معادلات كما يلي: فالمعادلة الأولى 6x1 زائد 4x2 تساوي 30، المعادلة الثانية 2x1 زائد 4x2 تساوي 20، المعادلة الثالثة x1 تساوي 7، والمعادلة الرابعة x2 تساوي 8. ونجد إن x1 و x2 كل قيد من القيود الأربعة كما يلي. يتم حل كل معادلة على حدة. ففي المعادلة الأولى هنفترض إن x1 لو بزيرو، يبقى اذا x2 هتساوي 30 على 4، يبقى 7.5. ولو x1 لو x2 ب0، يبقى x1 هتساوي 30 على 6 ب5. في المعادله الثانيه يبقى اذا احنا جبنا في اول معادله x1 و x2 هتبقى 5 و7.5. المعادله الثانيه هنفترض ان x1 ب0، يبقى اذا x2 20 على 4 ب5. ولو افترضنا ان x2 ب0، يبقى اذا x1 20 على 2 ب10. عندما تكون جميع القيود في المشكلة من نوع أصغر من أو يساوي، فإن منطقة الحل ممكنة تكون باتجاه نقطة الأصل، أي إن إحنا في الرسم البياني طالما إن هي مشكلة تعظيم وهي أرباح، فبالتالي يجب أن يتم اختيار المنطقة الداخلية على الرسم البياني تجاه نقطة الأصل. أما إذا كانت تخفيض تكاليف فهنا يتم اختيار النقطة خارج نقطة الأصل، هي من الخارج. من الشكل التالي نجد إن القيد الأولاني عند 5x1 و7.5x2 فيتم رسمه كما يلي، والقيد التاني هو عند 10 و5، أما القيد التالت فهو عند 7 يتم رسمه رأسي، والقيد الرابع والأخير هو عند x2 ب8. وبعد ذلك يتم اختيار المنطقة المظللة الداخلية تجاه نقطة الأصل، ويتم إيجاد نقاط الحلول الممكنة على النحو التالي. فنجد ان منطقة الحلول الممكنة هي منطقة A B C D، والنقطة A تمثل نقطة الأصل، أي يعني X1 بزيرو وX2 بزيرو، أي إن احنا مش هننتج أي حاجة خالص من المنتجين. النقطة B تقع على المحور الصيني، وهذا يعني إن قيمة X2 بزيرو أما X1 بخمسة، والنقطة D تقع على المحور السعودي، فإن X1 بزيرو وX2 بخمسة، والنقطة C هي نقطة تقاطع القيدين الأول والتاني. ولذلك لإيجاد قيمة X1 وقيمة X2 يتم حل المعادلتين الأولى والثانية للحصول على قيم هذه المنتجات، وذلك على النحو التالي. وبعد حل هذه المعادلة هنجد ان x1 هتساوي 2.5، و x2 بالتعويض بقيمة x1 هيتم الحصول على x2 بتساوي 3.75%. وهذا يعني ان المنطقة C هي هننتج 2.5 من x1 و3.7 من x2. وبالتعويض في دالة الهدف نجد ان الارباح في ظل الحل الأول 0، والحل الثاني 50، والحل الثالث 81، والحل الأخير 75. وبما إن إحنا في دالة هدف تعظيم ربح، فإذا سنختار المنطقة التي تعظم أعلى ربح ممكن، وهي النقطة C، وهي معناها إن أنا هنتج 2.5 من المنتج الأولاني X1 و3.7 من المنتج الثاني. ويمكن تقريب هذه النتيجة إن إحنا هننتج 3 من X1 و4 من X2، وهذا هو ما يعظم الربح 81.25. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.